أنا فتحي عجلان، شاعرة بحرينية زوجة الشاعر القدير علي الشرقاوي. أنا فخورة جدا أني أنا بحرينية وأني زوجة علي الشرقاوي، اللي أعتبره مدرسة في الأدب في الشعر. ودائما أقول المدارس تبنى لا تهدم، المدارس ترمم. فعلي الشرقاوي يعني قاعدين مع عياله ومع جميع الأصدقاء واللي حولنا، وحكومة البحرين مشكورة، نرمم كل ما يتساقط من نرممه، وبيبقى علي رمز من رموز الأدب في البحرين. بدايتنا على يعني أو ارتباطنا على وقتنا إحنا مختلف عن هذا الوقت، يعني لا كان في تلفونات في البيت، مجرد رسائل. التقيت به وهو كان في المختبر، كنت مريضة، فأنا عجبت بطريقته ببساطته، قاعدة أنتظر النتائج تقريبا طول اليوم، وهو كان يعني كان يتحرك بفرح بطفولة. فسألني أي صف أنت، كنت في أول ثانوي، فقال لي تقرين؟ قلت له إيه. فتعجب من أسامي الكتاب اللي أنا أقرأ لهم، فقال لي ترى لازم تراسل، أنا بعد أقرأ أنا أكتب. فأنا يعني رقم خوفي من أهلي، أنا ربي يعني في بيت ديني قح ومحافظين، لكن حسيت أنه ما أبي أضيع ذي الفرصة، أن هذه إنسان ما يعني ما يتضيع. فرأساً عطيتها العنوان، ويوم وصلتني أول رسالة من عند أمي خفت لا تصير مشكلة. يعني الزين أن أمي ما تعرف تقرأ ولا تكتب، فمن يات تقول لي رسالة من صديقتك، لأن أنا اتفقت معاه أقول صديقتي فلانة، فوقفت شيء قدامي يعني مثل وقفة البوليس، أقرأ الرسالة. فأنا أول ما فتحت الرسالة طاحت الصورة من أول رسالة، الله يسلم طرش لي صورتي، فخفت لا تشوفها، ورأسا داسيت عليها. قلت يا ربي يعني من أول مرة خلاني أدوس عليه، ليش علي؟ وابتدت هذه العلاقات. بعدين بيت جيراننا عندهم تليفون، ابتدينا نتواصل. بعدين بيتنا حطوا تليفون، يخطبني أكثر مرة، كان يعني يردونه، بس يعني كان يشجعني أنه تبيني يعني خليك على كلمتك إذا تبيني، فتميت على كلمتي. واستمرت رحلتنا، ولا مرت علي لحظة أسف أو ندم أني أنا عاصميت أهلي، لأنه رفع من شاني بثقافته بأدب بكتابته، علمني، كان لي مدرسة، كان لي صديق، كان لي أخو، ما أسألي ولا بكلمة، يعني ساعدني على الانتشار، ساعدني كل المراحل اللي مريتها، كان الفضل راجع لهوة. علي الشرقاوي الحنون اللي لين تشوفينه في البيت تقولين لا مو ذي اللي يكتب ويقرأ، لا شيء غير، مثل أي أبو بسيط أول ما يفتح الباب لازم يغني، يدش يغني صفق أجمل ولد في هالبلد اسمه علي الشرقاوي، وعيالي يصفقون وراه ويقنون ويتم مثل الياهل ناطط معاهم. فتعودنا هاللون، بساطة قعدته على الأرض ياكل، ضحكته، أحلامه، تعلموا عياله من خلاله، تثقفوا يعني فتحوا عيونهم على كتب وجرايد وأوراق وأقلام، ما فتحوا عيونهم على ألعابه. فالحمد لله يعني هاي بعد فادهم، طلعوا يعني واعيات، مثقفات، فنانات، والحمد لله هذه حياتنا معاه. علي إنسان وايد رائع، أقول قدامه وأقول وراه حبيبتي. المواقف كثيرة ما نساها مع علي، خلي نقول على قنية تصور. في الفترات الأولية كان علي معتقل سياسي، كان يناضل من أجل البلد ضد المستعمر، ضد الانتهازيين، كان في صفوف العمال، فكان فترة طويلة من الزمن معتقل سياسي. عقب العمر خلاص يعني آمن باللي يعني اللي سواه، خلاص هذه حد وصل، وعى الناس، ثقفهم، علمهم شنه الوطن، شنه الأرض، شنه الحياة، واستمرت حياته عادية. يعني تحول في شغلة من المختبر البشري للمختبر مختبر الطب البيطري. فعقب فترة، عقب سنين، جبت البنات
كنت هني في هاي البيت قاعدة، دش علي قال لي لبسي عباتك. علي شنو البس عب في بيتي؟ لأن كانوا جايين مع ناس يفتشون البيت، ففتشوا وشافوا الكتب ما عنده شيء، مجرد تنبيه ترى احنا موجودين، فخذوا وطلعوا. اتصلت بهلي بخواتي فقالوا لي لا بيرجع ما عنده شيء. فعلى ضوء ذي الحدث اللي صار أنا قعدت وكتبت أغنية تصور. تصور لو خلت هالديرة من عينك ولا تعود، ينبت عليها الحزن واصير أنا كالعود، وطيب الصبر ديرتي مثل المسج والعود. تصور لو خلت هالديرة من عينك أنا شاشوف، ولو تنشر ييتك بسري المكتوم، لصرخ وأقول الهوى ما لا عمر وحدود. بالنسبة لي مدرسة تعلمت منه صج، أنا خطي غير وطريقتي غير، يعني أنا أكتب اللهجة المحلية المحرقية القحة، بس كنت أستفيد منه. يعني كان يعلمني أي شيء أكتبه أعرض عليه، بس ما رضى أنه هو يغير فيه أو يقول لي، بس يعني أنا أحس أن كتابتي الأولية خلاص ملكي ما أقدر أغير فيه، هاي مشاعري الأولية اللي طلعت. أنا أكتب بعد اللغة العربية الفصحى، بس بعد طريقتي غير عنه. أنا المبسطة جدا أكتب عن حياتي اليومية، حياة أي مرة، يعني مثل كتاب هوامش امرأة في الهامش، أتكلم معاناتي وسط بيتي مع أطفالي، شلون أوديهم المدرسة، شلون أجيبهم، شلون، يعني أنا كتابتي بسيطة. طبعا هو مدرسة، هو قاموس من يعني من هو مرجع، مو هو مراجع في الكتابة. يعني يمكن يقولون ان انا ابالغ، بس انا لان معاصرته عارفه شنو علي. انا اقول علي الشرقاوي في مكان ثاني يسوون له تمثال يزار، مو بس كذي. لكن الحمد لله يعني بفضل الوعي الحين يعني تغيرت الظروف والكل مقدره، والحمد لله الحمد لله وموجود هو قدامنا. خذ منو تقرا استاذ علي؟ للجميع. مثلا من الناس اللي حاطين بصمه في ذاكرتك بأشعارهم أو بكتاباتهم؟ من البحرين وخارج. من البحرين ومن خارج البحرين؟ البحرين قاسم حدود. نعم. أمين صالح، علي عبد الله خليفة، بدر شاكر السياب، هذا غير العرب. من العراق. إيه. والعرب؟ بدر شاكر السياب، صلاح عبد الصبور، جميع الشعراء العرب. نعم. بالله عادية جدا أكتب كذيبة. نعم. مثل أي مراهق في المدرسة. نعم. أكتب كل شيء. له دور في أن يزرع حب الشعر والقراءة في العيال؟ إيه، كلهم يكتبون، يعني فيض وفوز وفي كلهم يكتبون. شلون كنت تدعمهم؟ أنا أدعمهم دائما، أقول لهم وصلوا اكتشفوا إمكانياتكم، وخصوصا جو البيت الجو يعني يشجعهم، يعني يشوفون أبوهم مسافر مثلا مهرجان ياي ندوة كذي، فتأثروا بهذا، يعني ظهروا مختلفين يعني عن الأخريات اللي في سنهم، فابتدوا من طفولتهم يكتبون يقرون يتعلمون. يعني في المدارس كانوا يعني يقودون الهيئة التعليمية الثقافية في المدرسة من صغر سنهم. يعني في هي صايرة مجموعة من الثقافات، يعني لأن عاشت في دبي، عاشت في قطر، في الكويت، في السعودية، فصارت ثقافتها يعني غير. مثل أنا أرفض أكتب أي كتاب، يعني أنا ما أقدر أكتب نباتي، أقول أنا حضرية، أنا أعيش في جزيرة بحر زراعيين. في لا، صارت تكتب يعني النباتي الحديث الجميل، فكتابتها وايد حلوة. فوز يمكن لأن عاشت فترة في بريطانيا، يعني يمكن تكتب بالإنجليزي أكثر. ففيض في ثقافتها واسعة، ملمة بجميع الأمور، يعني أنا ألجأ لها في كثير من أموري الأدبية. فالحمد لله يعني جو البيت خلاهم يصيرون مختلفين. يعني استاذ
الأستاذ علي كان يميل حق كتابة اللغة العربية الفصحى أكثر أو العامية؟ لا الفصحى. الفصحى. إيه. ليش؟ لأن أنا بخير كتابتي متأسس بالفصحى. نعم. العامية متأخرة. تكلمونا عن الديوان المشترك اللي كان بينكم، شنو كانت مناسبته وشلون أصلاً جاتكم الفكرة إن أنتم تبتدون ديوان مع بعض؟ كتابة صوبة هو اسمه أفايا فلان وأنا اسمه شمس الظهاري، فكان في فترة اللي هو ما كان معانا برا كان يكتب هاي القصائد وأنا كنت داخل الديرة أكتب هذه القصائد، فصاروا يعني تقريبا روح واحدة، معاناتنا واحدة، البعد والدموع والسهر، فصارت المعاناة واحدة. لما رجع البيت بالسلامة فكرنا خلنا نجمع قصائدي وقصائدك في ديوان واحد، فصار هذا الديوان وايد أنا استانست بأن جمعني، مو بس البيت يجمعني به، حتى الديوان يجمعني به. أنا لأن بعد شوفي ترى أنا يعني خطي غير عنه، أنا أكتب العامي المحرقي القح البسيط، هو كتاب تغير، وبعدين يعني هو يعني غزير العطاء، يعني أنا فرغته، أنا عطيته التفريغ إنه انتشر اكتب قول، ما عطيته أي مهمة من مهام الأبو في البيت أو الزوج، شاليت عنه كل المهام، يسافر يروح إيه يطلع، يعني ما يقعد معانا على ويبة غدا، ما ندري كله، أقول ما عليه أنا يوم من الأيام بطلع، خله هو ينتشر يوقف على ريله وأنا دوري عقبه. شكرا لك. فأول ما خلاص يعني انتشر صار معروف، ترجمت قصائد للعالمية، هني دوري أنا ابتديت ألتفت حق نفسي، فصار أنا خطي غير عنه، يعني صرت أكتب حتى يعني أمرار أكتب قصائد يعني حتى ما في داعي أرويها، خلاص أنا اللي خطي ولا خطه. شريف البحرين متقدمة، بس أتصور أن الحركة الشعرية النسائية توقف حدها، يعني المرأة عندنا خلاص تبتدي يعني تكتب تقرأ تروح مسيات تروح ما شنو، لكن توقف عند حدها، يعيقها البيت الزوج العيال الشغل. بالنسبة لي أنا ما وقفني شيء، يعني أنا حتى التعب اللي عاني أنا ذي أعتبره قصيدة، يضيف لي يعني أي تعب أي قهر أي زعل، هذه يضيف لي أكتب أكثر وأحب أكثر وأنتشر أكثر. بالنسبة لي أنا ما وقفني شيء، يعني فما أبي أمدح روحي أكثر، بس الحين طالع على الساحة من في على الساحة، يعني أنا الحمد لله غنوا لي كبار المطربين الكويتيين البحرينيين، الفنان القدير خالد الشيخ لحن كلماتي على طول، فهذه فخر لي أني أنا كاميرا وصلت يعني لهذه الدرجة من العطاء. أنا سعيد أني قاعدة أعطي أستمتع، يعني لدرجة لما أنا أشوف أغنية كلمة من كلماتي غنوها أحس كأنها مبانة، أصيح يعني تنزل دموعي، أحس بشيء حلو جميل، الله من كاتب ذي، يعني هو يعني أنا دائما أقول الشعر ما له وقت ولا له مدرسة ولا له ناسة، الشعر يجي بدون ما تدرين، مثل ساعات لين طق المطر كذي على غفلة الشعر هاللوني، أكيد ما في حياة بلا صعوبات، ليه اليوم ليه باكر الصعوبات قدامنا والتعب قدامنا والقهر، بس على قول القايل نتجمل، دائما الإنسان يعني الواعي أنا أتجمل، يمكن داخلي كثير من الأحزان والقهر والتعب، لكن لا أنا مع الآخرين أنا من أسعد ما كان، أنا اللي أكتب أنا اللي أعطي أنا اللي أفرح أنا اللي أضحك، ما علي من أي صعوبة تمر علي أكسرها، أي صعوبة أكسرها قد ما أقدر مهما طولت قدامي أكسرها. والله إيش رأيك؟ صح كلامك، قول أنت. أتفق معك. أبرز الصعوبات اللي واجهتها في حياتكم سواء يعني في مجال الشعر أو في الحياة العادية؟ الحياة كلها صعوبة، يعني الصعوبة يعني لا تجزأ إن هذه أكثرها وذي أقوى، لا الصعوبة هي صعوبة مهما صغرت أو كبرت، الألم هو نفس الألم، إذا ألمت ضرسك أو ألمت صبعك ألم هو يبقى، فالواحد يعني بصبره بوعيه يتغلب على كل شيء. الحمد لله والشكر يعني الحكومة ما قصرت معانا صدق، يمكن الفترة الأولية قبل ما أنا شدانة يمكن يعني الحياة لاهية والمسؤولين لاهيين عندهم أشياء أهم مني ومنك، لكن قلت يعني لازم أناشد
خلي يلتفتون حق هالإنسان. من ناشدت سمو الشيخ ناصر بنفس اتصل بي في نفس اللحظة وقال لي اللي تهبين واللي تامرين، قال متصل أسأل عنك بس أوامركم اعتبريها تمت. وابتدى علاج علي الشرقاوي من قبل على نفقة الله يرحمه ويغفر له سمو الشيخ خليفة، في كل لحظة ما قصر عنه في كل لحظة. الحين الشيخ سلمان رئيس الوزراء الله يحفظه، الشيخ ناصر جلالة الملك المعظم واقف معاي واقفة، يعني ما أعتقد، يعني أنا أخجل أني أقول بعد لا أنا محتاجة شيء أو بشيء، أخجل لأنه مو مقصرين عنه والحمد لله. اكتب واصل كتابتك ولا تهتم شيء، ولا تهتم حق أي عائق أو مشكلة. الإنسان لما يكون ممتلئ بالداخل ما يهمه أي شيء يحدث الخارج. أنا أقول كتابة الشعر مشاعر، أنت تسجلين مشاعرك، لا تصنعين، لا تبالغين، لا تدعين الثقافة والأدب، لا خليك على طبيعتك. اللي بتكتبينه اللي بتقدمينه بيكون وايد صادق وجميل، أجمل من التصنع. الكتابة وايد جميلة، يعني إذا تكتب بتعبر عنك وعني وعن جارتي وعن الكتابة، ترى شيء جميل، مو مجرد صنعة، لا مو صنعة الكتابة، الكتابة شيء وايد جميل، عطاء. يعني أنا أعتبر الكتابة نعمة من رب العالمين، لأن ابتدوا يستعملون الأجهزة، الكتابة بالأجهزة هذه وايد يقلل من قيمة الكتابة. يعني إذا تكتبين بالقلم والورقة يطلع وايد أجمل وأحلى لما تشخطين على حرف وزيد، غير عن هذه الجهاز ساعات يمحي من عندك، انت كتبتي أجمل شيء ويمحي، بس في الأوراق يبقى. ترى احنا عندنا أوراق من سنين ما تنازلنا عنها، للحين بالأخطاء اللي فيها بالكسور ما زالت الأوراق عندنا. تكتبون بالورقة والقلم؟ أحيانا يعني ساعات وأنا في السيارة تيني فكرة ما عندي قلم، زتات أسجلها في التليفون وي البيت أكتبها. يباغتك ما له وقت، ما له وقت، ساعات أنقلب في فراشي وتيني الفكرة وأقوم زتات أسجلها وأرد أواصل. أستاذ علي نفس الشيء؟ علي فنان، هذا غير يعني عني، علي ملك الكتابة، ملك الحروف. أنت الملكة. يعني علي لين قاعد يكتب ما لو تقوم قدامه غيامه ما يدري بالدنيا. شنو الطقوسة؟ شنو الطقوسة في الكتابة؟ طقوسة على الأرض والأوراق والكتب دار ما دارة على الأرض والجقارة والشاي، وتشوفينها بس بروحها يتلي بروحها، ما لو تطوفين تروحين قدامه ما يدري بالعالم. أنا ما عندي طقوس خاصة، أنا أحس الكتابة أو لما تيني فكرة مثل عباتي، مثل دمعتي، مثل ثوبي، يعني أحس الكتابة يعني جزء مني تكملني. ما عندي وقت معين ولا عندي طقوس ولا أقعد في صوب، لا 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 لا، أقعد في الشارع في السيارة أي مكان. لما ييج يعني شو يقولون هاي شو يسمونه، يعني لما ييج وحي الكتابة، إيه لا هذه يعني أنا صايرة صديقة معاه. قلت لك أحيانا أحس عباتي، أحيانا ثوبي، يعني أحيانا ساعتي اللي في يدي أساوري، يعني علاقتي وايد يعني علاقة قريبة. أنا أعتبر روحي ساعات كنا أحس نوع من المس، يعني ما أعرف بعد. كثير من الشعراء يوصفونه بالمس الشيطاني. لا، المس الحلو والجميل، جميل مو شيطاني أبدا، إلا إذا قالوا شيطان الكتابة وتطلع الكتابة راقية وجميلة هاي شيء ثاني. بس أنا أعتبره يعني أعتبر الكتابة أو الحروف فراشات طيور أوراق شير تناثر. الكتابة ترى وايد حلوة، يعني إن شاء الله ما تنتهي ولا ننتهي منها يا رب. أنا أحس إن يعني راح الوقت، إن بيلزمون عيالهم قليل نادر جدا، لأن تشوفين الكل مشغول، الكل يكتب يقرأ في الأجهزة. الحين حتى المدارس يودون معاهم اللابتوب يعني كنا حتى من المدارس شوي شوية بتتقلص الأوراق والأقلام. مكاتبنا الأولى للحين عندي من كم يوم مراوية حتى ذيلين كنتم تشوفها، نفس العلبة نفس العلبة اللي كنت أحط فيها الرسائل، للحين نفس الكيس، يوم راح بغداد، يوم في البحرين، يوم نفس الرسائل. تذكرين شنو كان يكتب لك فيها؟ كلها كان يكتب لي مواعظ وحكم. لا يعني علي، يعني علي إنسان وايد جاد. نعم وايد جاد، يعني حتى الغزل عنده بجد، ما في يعني لا كله درسه يقوله يكتبه يقرأ،
هذه كانت الرسائل. أفكر في القارئ، أفكر يعني من خلال نفسي كيف أنا أتقبل الشيء، فقد ما أنا أفرح باللي أكتبه أحس أن الآخر بيفرح به، لأني أكتب يعني من داخل مشاعري من أعماقي، يعني مو ما أكتب أي كتابة علشان تنشره، لا أكتب مشاعري الصجية، فكنت أحس أن إيه الآخرين بيستنسون بها. أنا أحب الوطن كله من ساسه إلى راسه، أنا أحب النخل والماي وضحكة ليل جلاسه، أنا أحب الوطن كامل لا جزئ ولا ساوم، ولي طقت حجايجها تفز الروح وتقاوم، أنا أحب الوطن داري أهلي وعزوتي وجاري، واسقي من زلال الروح وارفع بيرقه عالي، أنا أحب الوطن بكل تلاوينه تدفق حبه الغالي، كبر يربه مع سنيني، حفظت اللحظة ما ضيعت نقطة من تلاوينه، أغني له أحبك يا وطن غالي، يغني لي تعال الحين واشكي لي، أنا أحب الوطن كله لا أقول الولد سني ولا أقول الولد شيعي، أنا أحب الوطن كله. كلهم علي الشرقاوي وما زال موجود بحروفه بكتابته بوجوده في بيته بوجوده حولنا. علي الشرقاوي صرح في الوطن، وأنا متأكدة يوم من الأيام بيصير له مزار الكل بيزوره.